حياكم الله من جديد واهلا وسهلا بكم اخواني، مستمرين وياكم بتقديم سلسله دروسنا التعليميه. درسنا اليوم راح يكون ايضا من الدروس العمليه. هذا الدرس راح يتكلم عن كيفيه انشاء بروفايل يعمل على الفتره المجانيه واخراج المشتركين تلقائيا ومنعهم من الدخول بالبروفايل النهاري. تمام، الفكره من هذا الدرس، الفكره من هذا الدرس انه اني اليوم عندي اقدر اطبق بيه الفكره. مثلا انه عندي اليوم مشتركين يريد الانترنت من الصبح الى المغرب، وقسم يريد من المغرب الى ثاني يوم الصبح. زين، اني كيف امنع المشتركين الصباحي يدخل ويا المشتركين اللي هم جماعة المسائي؟ اريد افصل ذولي عن ذولي، وبنفس الوقت المدة اللي راح احددها للمسائي مباشرة راح يطلع من الاكتف ويدخل بعدها جماعة البروفايل النهاري. خلونا نطبق هاي الفكرة أمامكم. أول فقرة أني خلي أسجل دخول. هذا أني يوزر راح أدخل به. تمام، سجلنا به دخول. هذا أحمد، البروفايل ماله $25. هذا النهاري. تمام، عندي هنا سيستم، عندي على السكوجر، عندي الستارت تايم، من ايش وقت يبدي يشيك اليوزرات اللي هم جماعة الصباحي ويطلعهم من النهار، نعتبرهم احنا يطلعهم من الاكتف ويدخل بعدها المسائي. طبعا هنا احنا الانترفال معدل التكرار محددي كل يوم واحد يشيكه. بنفس الوقت الستارت تايم هنا انت تحدده، شوف انت من ايش وقت يريد هم يطلعون، تحدده انت على حسب ما انت تريد. تمام، بنفس الوقت انه لازم يكون، طبعا لازم الوقت، لازم الوقت يكون مضبوط داخل سيرفر المايكروتك. اذا ما مضبوط ما راح ياخذ عندك السكريبت بشكل صحيح. هذا الاول. الثاني الاندف فري، احنا قلنا مثل ما قلنا لكم انه ممكن انه نسوي فتره مجانيه. هاي الفتره المجانيه ممكن انه اليوزرات تتمتع بالانترنت خلال مده انت تحددها، وبنفس الوقت نقدر نستعمله للجماعة بروفايل الليلي، انه يدخلون للانترنت من المدة الفلانية الى المدة الفلانية. ايضا منها تقدر انت تحدد حسب ما انت تريد الوقت اللي يطلعون به من الاكتف، ومعدل التكرار من خلال الانترفال كل يوم واحد. هسه نجي نشيك، احنا دخلنا بهذا اليوزر، بس نضبط حتى ما يطول ويانا الفيديو، نضبط الوقت. هذا يقول له مثلا واحد منه يقول له 10، ننتظره. المفروض انه يفصل اليوزر عندي، تتباوع فصل عندي اليوزر. هسه حاليا اريد اسجل دخول، ما اقدر اسجل دخول بعد، تتباوع ما اقدر. إذن هسه طلعت اني من الخدمة النهارية المحددة الي، اقدر ادخل. هسه ندخل نجي نشيك جماعة المسائي. دخلنا هسه جماعة المسائي، عندي تتباوع عندي هنا صار ديسيبل عليه. اجي على جماعة الليلي، خلي ايضا تشيك الوقت عليه. ننتظر هسه، ثواني شوف انه وين عندي الإشكالية.
تمام مثل ما تتباوع الوقت توي ما اخذ بشكل صحيح. هسه حاليا نسجل بي دخول، ما راح نقدر نسجل بي دخول. بنفس الوقت منو عندي راح يدخل؟ راح يدخل عندي احمد. تتباوع سجل عندي دخول منو؟ احمد. ادخل بصورة طبيعية، تباوع صار عندي ديسيبل على اي تي لايف اللي هم جماعة الفترة المسائية. اتمنى الفكرة وضحت، اي سؤال او استفسار تقدر تتواصل وياي. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.